أنا بقولها باللغة العامة علشان الناس يفهموا. الأشجار اللي تستظل بها معي عرفت؟ دورنا معينا قلنا تدرون بنروح الشيك وادي اسمه الشيك بعد تندح ورحنا له. واحد من اخويانا الله يستر عليه قال لعلي بن مرزوق راكب ان اكسبلور وانا معي جيمس سوبر بان 2006 ورا هو قدام دخل قلت شف انا ما معي دبل وانت دبل كماش وديان ايه في الوادي رجلك لا تفك كامل بنزين خلك على دعسه واحده وانا بس على دعسه واحده وانا بجلس على دعسه واحده عشان وشو ولا خلني انا بدخل اعرف المنطقه قال لا انا بدخل يلا بسم الله ذبها الرجال هذا الرجال طاح له في خلبت ما يعرف يلا بالله يضرب يضرب قول نزل انا ايه نزل بطنه ضرب بطنه كامل هو في الوادي ما في انا وراه انا ورا الرجال سلطان تكفى الباب له انت تكفى الباب له انت بس قفله قفله انا ورا الباب رجال ضرب فرم يميني اشجار وعلى يدي يساري اشجار لازم اضرب فرام اذا ضربت فرام بغرز تنزل معه اضرب فرام الولف في الموتور شوي غرز غرست انت خلاص اي بس تغريستي اقل من اشوى منه اي ننزل قام يرد يقول شوف موترك والله مو بيطلع الا بموتر ثاني انا موتري بيطلع جلست ابغى اطلع الموتر ها قال واحد من خيانة عندي بطلع يلا قال العزيز بن مجري اركب في الموتر انت على موتر رايحين الموتر هو موتري انا ركبوه قدم ورجع قدم ورجع قدم ورجع لين طلع الموتر كم سبيل الله وجهك اسمع بهناس هنا اعرفهم من ربعنا عندهم شاصات وعندهم صوالين وعندهم بنشوف طيب معلش تعودتك الوادي الحين في ماء لا ما في ماء ايه هاشو بس انه ايه ايه ناشف ايه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ما نوصل رجال يوم وصلنا له ليش ما بلل شاي موجود في العزبة ايه يا والدي الله يطول عمرك احنا مغرزين وزي كذا قال الله يصلحكم ومدري ها والله ما معي الا شاص قديم والله ما بيشتغل الا بطارية في حبل في الصندوق خذوه والله سرموك قلت تدري بناخذ الحبل اجيك خلي يطلع الموتر غرزه ارجع مره ثانيه يبغى يدور وراء علشان يبغى يسحب الرجال شعد دور افتح لي الكفر الايسر اللي وراء طلع فوق تبتنين يبغى يريوس لا والله ان الكفر ذا يبقى سلطان تكفى سك الباب لهند سك الباب لا الكفر يبقى ولا الموتر مجلس معلق كذا 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 ما شاء الله السلام معلق. انا اللي هانت في خاطري ان الوقت عندنا باقي بعيد يعني على الساعة 10 ان شاء الله كنا بامكان ارى يجي حين طالعي ودنا ننزل العزبه خلونا نبتل فطورنا ونفطر الين الله يفرجها من عنده قالوا ان شاء الله تعال الرجال طول العمر والسلامه هم نزلنا العزبه عين من الله خير قوم يا واحد من اخويانا اللي ابن مجري اللي علم ونعم الرجل في ذمه دق على ولد عمه تكفى يا مشاري تعالنا يا مشاري قال بشر بسعدك قال جيب الصالون وتعال قال بشر والله نطبخ ذاك المقلقل ونفطر عليه للرجال يوم جاء ولحق معنا الفطور خلص قم بالصالون ذا طلع موتر الرجال وطلع موتر توكلنا على الله يا سلام كنت نشف دمي ذاك اليوم قلت لا الرجال ما يرد علينا ولا ما نعين حد في حزتها ننحجر في محلنا لا اليوم الثاني والله يعين لكن زين انها فرجت زين الحمد لله زي مرت ان فاقول لك مثل هذه السوالف تجيب لك يا طويل العمر السلامه مواقف الطلعات تجيب لك مواقف ما تنسى تخلق لك ايش
تخلق جو. ايه تخلق جو. جو وتروح تدور حبل وتدور احد يساعدك. وايضا تعطيك سال. وترى ذكريات تبقى ذكرى تذكرها بعدين بعد. اشهد بالله. اسلم. اسلم. اذكر مره كشتين عيال. مجموعه كامله. مستدري لهم مخيم. قالوا المخيم ما يخلص الا بكره. مجموعه قالوا نبي نمشي. اثنين بس رفضوا كلهم احنا رايحين. قال يا ولد خلوا الدفور موجود حق اللي هو القز. قالوا لا نبي ناخذه ما ادري وشو وياخذون العيال يحطونه بالعزوه. قالوا ما تاخذونه جالسين اثنين ذولي. المهم زعلوا ذولك وياخذون مفتاح السياره معهم. طبعا كشتين 80 كيلو طالعين. ذبحوا لهم مخيمات. المهم وياخذون مفتاح معهم مجموعه كبيره. صار بينهم كلام ما ادري وشو ما زحب اخوياهم. وياخذون مفتاح يروحون للديره. يوم قاموا الصبح دوروا مفتاح دوروا مفتاح ما لقوه. حبيب السلطان. ارحب السلطان. حبيب السلطان. الله حي. دورة دورة مفتاح دورة مفتاح ما لقيته. يا ولد ما يجي. مفتاح وينه؟ دقون عليه مفتاح معنا. تبونه تعال خذوه عند محطة فلانية. يا ولد صحيين انتم؟ تستهبلون؟ هذا اللي صار. يا ولد شو نسوي؟ طلعوا مخيم جنبهم. وتعرفونهم على